اهلا بيكم يا جماعه، وتاني حلقه من حلقات مدرب النادي الاهلي موسم 2004-2005 اللي بنلعب فيه طبعا فريق النادي الاهلي المصري في الدوري والكاس وكل البطولات اللي شارك فيها النادي الاهلي في الموسم ده. فالنهارده عندنا الجوله الثانيه والثالثه من الدوري زي ما اتفقنا الحلقه اللي فاتت ان احنا في كل حلقه هنلعب ماتشين بدل ماتش واحد. فالنهارده عندنا الجوله الثالثه مع المنصوره على ملعبنا، والكاس لسه ما بداش لحد دلوقتي. لما نشوف بقى هيبدا هنلعب مع مين، لان هنا مش بتبين لك انت هتلعب مع مين الماتش الجاي والماتش اللي بعده زي الالعاب الجديده، لا هنا بيفاجئك على طول بالماتش اللي انت هتلعبه هيكون مع مين. وطبعا في البدايه قبل ما نبدا في اي حاجه عاوزين ندعي لاخواتنا واهلنا في فلسطين، ان شاء الله ربنا يقويهم ويقدرهم وينصرهم على اعدائهم واعدائنا واعداء الانسانيه في كل مكان في اقرب وقت ان شاء الله باذن الله يعني. فنبدا على طول الماتش الثالث مع المنصوره، وهنلعب بنفس التشكيله كان بيلعب بيها بنو الجزيره برده اللي هي 3-5-2، وهنلعب عصام الحضري حارس مرمى، 3 الليبرو عماد النحاس، 2 مساكين هيكون وائل جمعه وشادي محمد، 2 ريد ديفندر حسن مصطفى ومحمد شوقي، باك شمال جلبرتو وباك يمين محمد بركات، افريقيا صانع العاب، واثنين فراوده عماد متعب واحمد بلال، احمد بلال اللي هو خلص لنا الماتش اللي فات بالهدفين اللي هو جابه، ان شاء الله بقى هو هداف الدوري لحد دلوقتي، وعايزين نكمل بقى نقول كل ماتش يجيب لنا جول جولين فنتصدر فيه الهداف وناخد الدوري كمان. لازم نستمر في المكسب لان انت زي ما انت شايف كده حاسس ان لعب ماتشين كسب ماتشين وعندك اسمنت اسيوط 4 والجيش 4، فلازم تستمر في المكسب وتكسب كل الماتشات علشان نفضل في الصداره. فعندها طول الوقت الماتش الاولاني مع المنصوره على ملعبنا، يلا بينا نروح على الماتش على طول. ونزلنا ارض الملعب، يلا يا رجاله عايزين المكسب. طبعا اكيد المنصوره 100% هيقفل علينا في البدايه، بس احنا عايزين يا سلام يا شوقي تعمل ايه يا شوقي؟ ماشي عديها لك كده. يلا نيجي وقت يا شباب، وائل جمعه طبعا لو في صوت معايا وكده فالعيال بتلعب في الشارع فمش مشكله، كنا عيال وبنلعب احنا كمان، يلا عادي نيجي وقت يا رجاله. خلي بالك يا ولد يا حضري، حلو يا حضري، يلا يا جدعان نشد، في امطار نازله في استاد القاهره مش مشكله، اضغط يا ساتر، حلو يلا يا حضري. عماد النحاس وائل جمعه بركات، يلا يا بركات يا جدعان، لا يا جدعان مش في البدايه بقى، ماشي يلا بركات ابو تريك، يلا اهي يا جدع يا جدع، ماشي يلا شو وحش قوي اصلا من البدايه، ولا عبال وحش قوي تعدي، يلا بلال اهو من البدايه لازم يبقى قافل عليك لحد ما انت تخطف ايه اول جول، تخطف اول جول هتلاقي الدفاع فتح زي ايه الاهلي متعود من زمان على كده، تلعب مع اي حد تلاقي 11 ورا، ممكن تلاقي المدرب والاحتياطي معاهم ورا برضه في الدفاع عادي، يضغط يلا ابو تريك بركات بركات بركات، حلو لبلال ماشي متعب هيعدي عماد، في عيني يا متعب العيب يا ابو تريكا، الله يا ابو تريكا حلو شغال شغال، يلا يا جدعان نستمر، مستمرين كده ان شاء الله في الضغط وفي في الاداء العالي ده لحد ما نكسب، متعب بلال حلو ابو تريك يا ولد يا ولد يا بلال يا ولد يا بلال، حلو ماشي يلا يلا ضغط ضغط استمر ما تدهمش فرصه يتحركوا، عاش عاش يا شوقي حلو يا شوقي، المخرج مركز مع ابو تريكه مش عايزين نقرر بقى من اول احنا لسه الموسم طويل، خلي بالك خلي بالك يا ولد يا نحاس يا عالمي، شوقي بركات روح يا بركات، ماشي ماشي كم 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 اتحرك جوه انت بلال، ايوه كده عديله اظبط اظبط متعب
ايه حكى؟ مفيهاش اي حاجه دي؟ ماشي، اكيد حكم زملكاوي 100%. اضرب اضغط يمين. ماشي، في حاجه في الضغط انا مش عارفها لحد دلوقتي، يعني ما اعرفش لحد دلوقتي انا بضغط منين. كسبنا الماتش اللي فات بره ارضنا وانا مش عارف اصلا بضغط ازاي لحد دلوقتي. نكمل بقى. يا ولد يا ميتا يا ميتا يا بلاد، اي حد يا جدعان، النبي بقى يا جدعان. ماشي، يلا بسرعه بسرعه قبل ما يرجع. اضغط تريكا، خلي بالك هنا بقى. يلا يا شباب، يا راجل بيرد، قفل صح، روح متعب بقى. ماشي، دفاعيا واقفين 100 100، الهجوم بقى هم واقفين 80 واحد ورا. لو خطفنا بقى مرتدات هي اللي هتنفع معاهم. عماد متعب اهو، واحدة من المرتدات. يا ولد يا ولد يا متعب يا عالمي، الأول للأهلي عن طريق القناص عماد متعب. كان أصغر هداف دوري ياخد، أصغر لاعب يعني ياخد هداف الدوري كان عماد متعب في الموسم ده، لما تقريبا جاب 16 جول حاجة زي كده، فهو خد هداف الدوري السنة دي. هنشوف بقى هو ولا بلال بقى اللي ياخد الهداف السنة دي. وعندنا أسامة حسني برضه، خالد بيبو، كله هيشارك يعني، لسه الموسم طويل، لسه في ماتشات كاس، والدنيا ايه مزدحمة يعني بالماتشات. نروح بقى الشوط التاني، يلا عايزين زي ما احنا كده رجالة. بص بقى هتلاقي المنصورة دلوقتي فتحت دفاعها، وممكن نخطف التاني والتالت وهتبقى الدنيا حلوة. هو من البداية بص هجم بكام لعيب؟ بخمسة، بعد ما كان واقف ايه كله ورا. أبو تريكة، يلا متعب، لجلبرتو العالمي، متعب تاني. ده كان شوقي بقى اللي كان في الدفاع ده، أصل أنا ايه بعرف اللعيب من الستارز بتاعه. هو هنا كلهم شبه بعض، فهتلاقي اللعيبة لابسة ستارزات زي بعض دي، فمعرفش ده مين ومن ده مين. او المركز يعني، المركز ولون الستارز بتاعه. اضغط، ده النحاس، حلو النحاس. ماشي يلا يلا متى، ماشي ما عدتش مش مشكلة. اضغط اضغط ابو تريك، حلوة بيرتو، شادي ابو تريكة، يلا يا ماجيك. ماشي يا ولد يا شوقي، لبركات، لبلال، معدتش، روح بركات، حلو يا بلال، لعماد، معدتش برضو، مش كده، يلا يا جدعان، يبقى نتدرب بقى الأسبوع الجاي على إيه؟ على اللعب الإيه؟ الباصات القصيرة دي، أنا مش شايف كده ال مش شايفها شغالة حلو. تريكا يمكن أكتر واحد بيسلم الكرة صح. متعب متعب، حلو أوي. عايزين برضه نتدرب على التسديد، يعني إيه عندنا كده كذا حاجة لازم نعملها. شوية القهوة من غيرك ولا أي حاجة بصراحة. يلا نروح بقى لمين ده؟ دي بلال بيلعب لمتعب، لبلال، إيه؟ كورنر، خبطت في بلال. صح، انا كنت حاكم قديم على فكره. كنت بحكم ماتشات في النادي عندنا، بهزر طبعا. يلا يا جدعان نضغط، حلو يلا ايه بلال لعماد متعب. شكله الماتش هيخلص 1-0 وعماد متعب، والماتش ده حصل في الحقيقه على فكره، بس كان في ملعب المنصوره بقى، مش في نفس السنة دي. الأهلي كسب 1-0، كان بهدف لعماد ندى، كانت شوطة برضه زي الشوطة اللي شايطها دي، وكانت في نفس الزاوية. متقولش هو الماتش، بس بدل ما تلعب في المنصورة تلعب عندنا هنا في القاهرة. حلوة، إيه أوفسايد. ماشي يلا يا شباب، الدوري بقى كان رقم 30 للنادي الأهلي، دلوقتي الاهلي 43 دوري ما شاء الله، وان شاء الله ال 44 السنه دي.
الله شوقي، يا حسن مصطفى، عماد متعب، لبلاء. يا عم لبلاء مش ماشي، بس راحت لابو تريكه ما نقدرش نتكلم. يلا يا عماد يا ولد، نضغط بقى، نضغط نضغط يا دوا شادي. بركات محداش، راحت صفر بقى، تخلي الواحد ايه مقلق كده، ايه يخطفوا اي كورة. وكان الدفاع كله هنا. يلا ابو تريكة، روح روح روح، مفيش حد مفيش حد، بس ايه فين فين؟ روح بقى تاني لابو تريكة، لابو تريكة تانية متح يا عم، لابو تريكة ماشي. يلا ماتش احداثه بقت سريعة، بسرعة العب. ايوه كده يا جدع، تريكة لابو تريكة متتكلمش، خلاص عادي، حتى لو جت جون عادي مش هنتكلم. حلوة، نحاس يا عالمي، روح يا جلبرتو بقى، هيقع على وش جلبرتو شاد رجل. ماشي متعب، لبلاد لمتعب تاني، لمتعب تاني، خلص يا متعب، خلص يا متعب بقى، حرام عليك. لبلال، لبلال لمتعب، يا جدع يا جدع، تجيبها انت يا متعب، مش مشكلة. يلا مش عارف، مش مشكلة، أي حاجة، المهم إن احنا نكسب الثلاث نقط عشان نجمع نقط. الأداء بتاعنا حلو، أنا مش شايفه وحش بصراحة. ماشي يلا، فكر بقى حاجة. مين ده؟ أبو تريكة، عماد متعب، لبلال، مش عارف رجع ليه لورا أصلا، بس المتعب. يلا يا بلال ديو، اخطف واحد، بس صفر الحكم ويخلص الماتش 1-0 فريق قناص عماد متعب. عندنا بقى الماتش التاني، هشوف مع مين. هنا بقى بيفاجئنا زي ما قلت لك بالماتش، متعرفش انت هتلاعب مين الا لما يجي الماتش بتاعك معاك. فهنشوف الاسبوع التالت هيكون مع مين. عندنا مع الترسانة الماتش، يلا بينا على الماتش على طول، نفس التشكيل ونفس كل حاجة، والماتش ما اتلعبش كمان وكسبناه 3 نقط، بس ما لحقتش اقرا ايه اللي كان مكتوب. فاحنا كده 9 نقط، فتقريبا هم انسحبوا بقى واي حاجه حصلت اكيد يعني. فتمام، نخش بقى على الماتش الرابع، هيكون مع المحله، نحاول نكسب المحله علشان نبقى 12 نقطه ونبقى متصدرين من يعني كل الماتشات مكسب، فهيبقى حاجه حلوه. نفس التشكيل برضو مع المحله، يلا بينا. يلعب في الشمس احسن من المطر يعني. يلا بينا، جمعة، يلا ابو تريكة، جيلبرتو، ماشي يلا يلا شباب، يلا ابو تريكة، ماشي مكملين مكملين برضه. هتلاقي الدفاع، بص الدنيا هناك مدافعين كتير، ما بيهاجمش الا 2 لعيبه بس، الهجمه دي لو اتلعبت صح، في كام لعيب طلع من الدفاع بس راجعين تاني. الله يا بلال، اخطف بقى بلال، لسه اقول لك هتبقى هداف الدوري. ماشي يلا، ايه بركات بلال، عماد ميدان، زحمه زحمه، لازم ايه نفضل ننقل الكوره كده ونجمع لعب، هم زحمة جدا في المنطقة بتاعت الدفاع بتاعهم. بلال، أبو تريكة، لمتعب، حلوة يا ميسي، اطلع يا ولد، اضغط، حلوة بركات، أبو تريكة، هو كمل، مفيش حد، متعب يا ولد، حلو والله، قريبة أوي الكرة دي، اضغط هنا يا شباب، هلا جمعة، حلو 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 يا شباب،
شوف بس ايه هنا، ايوه كده عليك. يلا يا عم العب بقى، اطلع يا ساتر، كانت قريبة دي. يلا حضري، نحاس، شادي، روح الدور. نضغط نضغط محل، يعني ده يعتبر اتقل فريق لعبت قصاده لحد دلوقتي. متمركزين صح وبيلعبوا دفاع، بيعرفوا يطلعوا بالكوره كمان مع بعض، هي تبقى فرقه تعتبر حلوه. نحاس قوي، يعتبر اصعب فريق لعبت قصاده. يلا بقى روح على طول بقى بسرعه متى، يلا يا متى متى متى، اظبط نضغط نضغط. ايه ده حسن يا مصطفى، فين يا جدعان الضغط؟ حلو حلو قوي دي حسن مصطفى. يلا يا متر بسرعه قبل ما يرجعوا، يلا 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 روح يا بلال، روح يا بلال، مساح شايل المساح، اظبط على يمينك. لا دفاع رخم رخم يعني بجد. يلا ايه شوقي، حلوة لو عدت ماشي. اطلع حلو حسن مصطفى، ابو تريك اضغط ماشي حسن مصطفى يا ولد. لمين لمتعب لبلاد تاني، المتعب تاني المتعب تاني، اسمعوا الكلام يا ابني انت اهو. اضغط خلي بالك يا بركات، ظهرك ظهرك اهو راحت. دلوقتي يا مين ده شوقي يا جدع، خلي بالك ما يشيلش ما يشيلش. حلوة شاك ابو تريك، روح ابو تريك، روح روح، كم 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 متعب ولا لبلال، نلعب لبلال يا ولد يا بلال يا ولد يا بلال، الله عليك. حلو قوي ابو تريكه، بص هي لازم المرتده كده زي ما الكتاب بيقول ابو تريكه، بس هو الكتاب بيقول لك كده، افتح الكتاب تلاقي ابو تريكه، اقفل تاني هتقرا ايه تاني، خلاص والله يا جدعان. تاني بقى الشوط الاولاني تقريبا في اخره، مش تقريبا يعني دي اخر سؤال ده. يلا بس نكمل في الكرة دي، بلال نخطف التاني كده ولا حاجة، نخطف التاني كده ولا حاجة يا جدع، ماشي روح. حلو بص ابو تريكة، لسه بقول لك افتح الكتاب تلاقي ابو تريكة، عاش عاش ابو تريكة. شكرا على كده يا رجالة، هيبقى متعب بعد الشوط التاني. اضغط اضغط يا بولا، حلوة بولا دي، اضغط يا بلاد لمتعب بقى، خلص يا متعب، خلص يا متعب يا ولد، يا متعب يا ولد يا ولد. احنا معانا اتنين فراوده تقال قوي بأمان، تحتار بقى متعب ولا بلاد. مية مية، لسه مجربناش أسامة حسني كمان، في خالد بيبو برضه. اضغط ولا روح، حسن مصطفى اللي تعب، وحش قوي يا حسن، وحش قوي يا حسن دي. قوم هادي سخن، هادي خشب، قوم شفت قوم دي يا راجل، الحق ايوه كده ماشي 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 يا جلبرتو، عادي يا جلبرتو عادي عادي، فداك يا ابني حتى لو حط جول فداك عادي، جيت تاني يضغط يا ولد يا حسن، حسن مصطفى بس شكله خلاص خلص بنزين، روح يا متعب. حسن مصطفى ابو تريكا، شوقي يا ولد يا شوقي، بركات لبلال لمتعب،
واحدة بقى متعب كده في اللوق. حلو، ننزل هذه خشبة ونطلع حسن مصطفى، وممكن نلعب بمين؟ خالد بيبو ولا زي الرياض عشان كبرته. حاسس برضه ان كبرته مبقاش زي بداية الماتش، بس لسه التبديلات بقى تحصل لما الكرة تطلع بره. يلا روح روح يا شوقي، شوقي معاك متعب ومعاك بلال، شوقي اناني، بص اناني يا شوقي. ابو تريك يا ولد، متعب، بلال 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 يا ولد يا بلال. حلو الشوط هنا بس ما بتظبطش الا كل فين وفين. يلا على طول اهي، ما تشوطش يا ولد. حلوة يا واد رياض، شيتوز حلوة يا واد، روح يا واد. طبعا مش مكانه شوقي، اطلع حلو ماشي. يلا ابو تريك يا ابو تريك، كم كم كم، لا عايزين خط واحدة ابو تريكة كده. ياه مفيش، اضغط بقى. حلو نحاس، ماشي بتاع فين؟ حلو يا جمعة يا ولد يا حضري، حلو يا حضري. خلي بالك بقى، خلي بالك هتتلعب من ورا يا ولد يا حضري. الله على الاسيست ده يا حضري، جامد. يلا روح بلاد، عماد فوتها بس ما لحقهاش. حلو يا خلاص، هو 83. يلا يا جدعان قربنا، ماشي هذه خشبة حلوة. عماد متعب، عماد متعب برضه في نفس المكان، هو هو لازم نتدرب بقى على في الماتشات اللي جاية بقى، عندنا معسكر تدريبي هنظبط الحكاية دي. اضغط قبل بداية الكاس كمان، روح متعب ابو تريكة، شوقي بركات، حلوة بركات، ماشي. يلا يا عماد، يلا يا عماد يا ولد، حلو بركات. نظبط بقى، نظبط كورنر كده يا بركات، نظبط واحدة يا ساتر يا ساتر. حلوة شيبس، حلو صفر بقى حكم، بس كده خلاص خلص معانا رابع ماتش والأربعة انتصارات، وإن شاء الله خلاص الدوري بلا هزيمة زي ما الأهلي خلصوا بلا هزيمة في الحقيقة. شفت بلال علام، الماتش الجاي هيكون مع اسمنت السويس، ده هيكون في الدوري، وهنشوف برضو الكاس هيبدأ معانا امتى من البداية يعني من الحلقات اللي جاية. احنا متصدرين الدوري 12 والزمالك 10، بس الزمالك كان خسران اول ماتش، فتقريبا هو لعب الماتش الخامس ليه اللي احنا هنقصده هنلعبه مع اسمنت السويس ده، ان شاء الله نلعبه في الحلقة اللي جاية، ونلعب الماتشين زي ما قلنا كده ايه زي الحلقة دي. كان معاكم عامر عصام، أشوفكم على خير إن شاء الله، سلام.